صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من ميدان الهباب لسباق الهجن أحد أفرع ميادين نادي دبي، يجمعنا اللقاء بكم في صباح هذا اليوم السبت الموافق بتاريخ 21/4/2018، حيث ننقل على حضراتكم وقائع سباق ومهرجان الهباب الثالث الذي ينطلق في هذا الميدان، علما أن هذه الانطلاقات دائما تأتينا بالتوجيهات السامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وهنا في دبي أيضا بأوامر واهتمام ودعم من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي العهد حفظه الله ورعاه، ينطلق مهرجان الثالث، مهرجان الرموز، مهرجان تألق هجن هذا الميدان في المهرجانات الرئيسية، واستطاعت أن تحصد أكثر من 25 رمز، وهذه الانطلاقة تمت بحول الله تعالى لأول أشواطنا الرئيسية لفئة الأبكار المفتوح لأهل المنطقة. مع هذه الانطلاقة ترحيبنا وتشريفنا بكل الأخوة الحاضرين الذين توافدوا على أرضية هذا الميدان للمشاركة في هذا المهرجان مهرجان الثالث. ينطلق الشوط ونحن ايضا نتحرك الى مقدمة الشوط لنعطيكم ثمينة محمد بن خميس بن هندي المهيري من يقدم لنا ثمينة، اما المركز الثاني وصايب محمد بن راشد بن مرخان الاشتبي من يتقدم بالمركز الثاني، اما المركز الثالث فزعة الشريجي بن محمد بن معدن من يقدم لنا فزعة، والمركز الرابع اللي هي تحية العتيج بن سعيد المقعودي الفلاحي، والمركز الرابع الزعبيل ومحمد بن مبارك بن محمد المطيوعي. هذه الأسماء الحاضرة يا مشاهدين يا متابعين، راقب يلي بتراقب في مهرجان الهباب وأول الأشواط، ينطلق يتحرك أيضا مع هذه الشعارات لأهل المنطقة لأهل ميدان الهباب، والصايف على المقدمة محمد بن راشد بن مرخان، ولكن هناك الكاس، الكاس على بعد المسافة 400 متر يفصلنا عن الكاس الأول المقدم من اللجنة المنظمة لهذا المهرجان مع الشوط الرئيسي فزعة الشريجي، فزعة الشريجي بن معدن تأخذ الأول عن الأول غصب. المركز الثاني يقول وصايب محمد بن راشد بن مرخان، المركز الثاني الزعبيل محمد بن مبارك بن محمد المطيوعي، ولكن فزعة، فزعة الكاس، فزعة الكاس هي الكاس، هي الناموس، الشريجي بن محمد بن معدن من يقدم لنا فزعة في أول الأشواط، تهانينا والناموس الشريجي بن محمد بن معدن المركز الثاني، أقول زعبيل محمد المبارك البطيوعي المركز الثالث، وصايف محمد بن راشد بن مرخان. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، التوقيت الزمني دقيقتين و11 ثانية، دقيقتين و11 ثانية، وهذه فز